هذيك البوفه ماشي بوفه كيزيد فيها شي دواء كدير تهيج جنسي بقى كيمارس عليا الجنس بواحد العلا بواحد الطريقه ديال العنف. من بعد لقيتو غيقتلني، كان غيحيد لي الاعضاء ديالي وغيبيعهم. 30 جوان في النهار كتكمي مرة الزوانات كيتحلوا لك عينيك على الشراب، كيبان لك واحد الحياه اخرى عاوتاني الشراب الدوخه السمان البيضاء. جربت كل شيء درتو. ام لجوج الوليدات تطلقت وسط عدي 30 سنه، شفت البوفه سمعتها فحال اليوم اول مره غنسمعها الغد لي هنا نشوفها مباشره. بغيت نجربها ما خلونيش نجربها، بقيت كنطلب فيهم طلب فيهم ديك ما بغيتش نقول شكون من اقرب الناس ليا، بقيت نطلب فيهم صافي ونجربها. انا مع كنداوي على اكتئاب والعصاب بقيتها هي الدواء ديالي ماشي الدواء اللي كيعطيني الطبيب. ملي درتها صافي وليت ما كنقدرش نستغنى عليها، وليت كنجبد الفلوس من عندي وكندير فيها. صافي تفارقت مع دوك الناس، وليت مشيت البلاصه فين كيبيعوها، وليت كنمشي نتقداها، كنبرك مع الناس اللي كيديروا البوفه. سمحت في وليداتي، نسيت واش عندي ماما ولا عندي وليدات، وليداتي عطيتهم لباهم، وليت ضايعه في الزناقي، حياتي تشردات، حوايجي ما كنلبسهمش، كنلبسها جلابه وزيب ومجلقه وصنداله ومرجليا مسخين. لا اله الا الله. صافي بقيت مبلية مدة عام وانا بحال ما هكا. دارنا فكروا يبعدوني من البلاصه اللي فيها البوفه، بعدوني من مدينه لمدينه. تلاقيت مع واحد حدا في الكروه فين كتباع البوفه، تلاقيت مع واحد كيدير البوفه، قال لي تمشي معايا للدار كندير البوفه. قلت لي واخا، وراني بزاف البوفه كيفاش مبرومه بحال هذيك اللي كتباع. مني مشينا للدار لقيت هذيك البوفه ماشي بوفه، كيزيد فيها شي دواء كدير تهيج جنسي. بقى كيمارس عليا الجنس بواحد العلا بواحد الطريقه ديال العنف. من بعد لقيتو غيقتلني، كان غيحيد لي الاعضاء ديالي وغيبيعهم. ما هربت منه بمشقة الانفس. عندي 18 عام يلا كملتها. كيفاش تبليت؟ تبليت بوحدي صراحه، ما بلوني زعما الصحاب ولا، تبليت بوحدي اول مره، اول كارو غنتني في حياتي بوحدي. صافي موراها ملي كتزعم على كارو شويه كتولي باغي حشيش، شويه كتولي تكمي حشيش، كتولي تكمي جوان ما كيدير لك والو، كتبقى غادي مع الوقت جوان ما كيدير لك والو، جوج جوان كيديروا لك والو، كتولي واصل 30 جوان في النهار كتكمي مرة الزوانات، كيتحلوا لك عينيك على الشراب، كيبان لك واحد الحياه اخرى عاوتاني الشراب الدوخه السمان البيضاء. جربت كل شيء درته ولكن حتى شي حاجه ما فهمتي، ما منه والو. هذا الشيء كنت كندير كل شيء فابور، عمري خلصت شي حاجه. والعشرين ملي كيبغيو يعطوك السمره يعطولك فابور، ما غاديش باغين كديرو. صافي دخلت في ديبرسيون، جا عندي للدار داروا لي لي زاطاش ربطوني وداوني للكلينيك. ما كنتش كاع باغي نمشي، هما اتجاو عندي للدار داوني شهر وانا ناعسه في كلينيك. صافي داك الشهر دويت فيه مزيان مع راسي، قلت هاد الشيء ما منو والو، ما لقيت راسي ضعافيت، فمي بدا كيزراق. مشيت لكلينيك المغرب، كلينيك المغرب شهر وانا تما. كان كيجي عندي بسيكولوج تما وهاديك، كنبقى نعاود ليه شنو طرا ليا شهر وانا تما. يلا خرج نهار قبل العيد. دابا حالي ديالي باخر، ما بقيت كندير حتى شي حاجه، باقي كنكمي كارو مره باش حيت صعيب باش تحبس كلشي دقه وحده. وداك الشيء حتى مع الدوايات وداك الشيء كيعاونوني، ولكن اهم حاجه هي الرغبه. كون ما كانش عندي الرغبه ما غاديش نحيد، وخا يدخلوني حتى شهرين للكلينيك. عندي الباك، والباك ديالي ملي دوزو كنت في كلينيك، ومشيت دابا خلوني حتى السيدراكيه غادي ندوز. كنوجه نصيحة للشباب والشابات اللي في مقتضى العمر بأنهم عمرو يجربوا هاد البليان، لأنها خطيرة وكتسطي وكتنعاد لك على البشر وكتولي لا شيء في الدنيا. هادشي راه ما منو والو، ولا تخرباق كتضحكوا في الناس عليكم. هذوك الناس اللي كيعطيوكم ديروا البليه وداك الشيء كيبقاو كيعجبهم الحال، اما هو نتوما راه كتخسروا في راسكم، كتخسروا في صحتكم، كتخسروا في الثقه ديال والديكم. صافي هذا الشيء في الاخر غادي تندموا بزاف. من الاحسن الواحد تكون عنده رغبه هو يقطع، باش يقطع. ملي تكون عندك الرغبه خاص تكون شخصيتك قويه، ملي تكون شخصيتك قويه راه غادي تقطع.